اللاعب المغربي عطية الله دار واحد البلان خيب مع الوداد، وانا الصراحه ما عجبنيش عليه هذا الفيديو هذا. عطى المهله ديال 10 ايام للفريق الوداد البيضاوي باش يعطيو المستحقات ديالو ديال 450 مليون في مده ديال 10 ايام الخوت، علما انه عارف ان الفريق الوداد البيضاوي طايح في واحد الازمه خايبه ديال بصح. دابا شنو هو البلان؟ البلان وما فيه ان المغربي عطية الله استدعاه المدرب وليد الركراكي باش يلتحق بالكتيبه ديال المنتخب الوطني المغربي باش يستعدوا للامم الافريقيه، ياك لكاس الامم الافريقيه وفرح وداك الشيء، لان ماشي اي واحد راه باش شارك وتمثل المنتخب الوطني المغربي راه شي حاجه. فما علينا الخوت، استدعاه، منين استدعاه خصو يلتحق باش يبدا التدريبات ديالو باش يستعدوا المباراه ديالهم. البلان وما في ان الناخب الوطني المغربي وليد الركراكي استدعى عطية الله باش يلعب مع المنتخب الوطني المغربي، ياك، واستدعى انه يلتحق بالمعسكر باش انهم يدربوا.